أيها المؤمنون، إن الصحة في الأبدان نعمة عظمى، بها تطيب الدنيا، بها تحسن وتزين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلاً من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله شيئاً؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله له فشفاه الله. قال السدي: الحسنة في الدنيا الصحة والعافية.